عملية تدريب داخل أرضية الميدان لأحد الخيول. وزير الأمل، وزير الأمل داخل أرضية الميدان. هناك عند المنعطف الأول، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، جاء ليتعرف على ميدان قانا الجليل ليشارك ربما المهرجان القادم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وزير الأمل ما شاء الله يدخل إلى الخط المستقيم الآن. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، موفقين إن شاء الله. بلاكوا مدربين عددون الخيل الفرسان سالم الأطبي نائل خطيب عياس أبو جبل ومحمد العارف عددون الخيل. الخيل جاهز.